طيب دكتور، حابب اعرض على سيادتك مجموعه من الاسئله، بس قد الاسئله في كده تعليقين لفتوا انتباهنا على السوشيال ميديا الحقيقه. التعليق الاولاني من رغد بتقول هاري اب، يعني بسرعه، وده مكتوب على جمله لطيفه قوي. بتقول ايه؟ بتقول لديك حوالي 4 ايام لتتخلص من ذلك الشيء الذي لا يستحق ان ينتقل معك الى عامك الجديد. يعني في قدامك مهله، هي وظيفتها كان مثلا من 4 ايام، قدامك مهله اتخلص من هذه الاعباء، ولكن يبدو ان حد قراها ومش عارف يتخلص، فيتعايش وياخد بالنصائح اللي حضرتك قلتها ويبتدي يحاول يحل ما يملك. انا رايي كده، ان الواحد ما يندمش على تجربه حتى ولو خطا، لان ده معناه ان انا هدور على حل صح. الخطأ مش عيب، العيب ان انا اعيط عليه، صحيح، لكن الخطأ فرصة ان اتعلم منه الصح. جميل. اللي بعده الحقيقة ابرار بتقول، والله كاتبة بوست لطيف جدا، بتقول انا جاهزة، اي ام ريدي. ايه بقى البوست؟ بتقول 300، ده بالانجليزي، فيها معناه 365 يوم جديد، يعني 365 فرصة، يلا بينا نحاول تاني. نعم. رأي حضرتك ايه في المبدأ ده؟ انا موافق طبعا، ان هي دي فرصتنا، ان كل يوم يوم جديد. كان عندي واحد بعالجه في الادمان، ودايما يقول له ايه، طب انت بعد 5 6 سنين اكيد هترجع. فاقول لهم انا مش بحارب كده خالص، انا اصحى الصبحيه ادعي ربنا ان انا انتصر النهارده، وبالليل اصلي واقول له الحمد لله انك انت نصرتني النهارده، بكره ابتدي تاني يوم جديد، يوم جديد. ففكره اليوم وتجزئته العام الى ايام ومحاولات، متهيألي انها يعني فكره رائعه. انا اعرف واحد دكتور مهما النهارده اليوم اتقفل معاه ودخل نام على مجموعه مشكلات، يصحى الصبح عامل خناقه مثلا مع مراته ولا في الشغل ولا مع اصحابه، يصحى الصبح مبتسم، مفيش اي حاجه، ما انت ايه اللي حصل لك؟ لا انا بدات يوم جديد، قلبت الصفحه وبدات يوم جديد. ده كده صح ولا ده كده عنده مشكله؟ المهم ان هو يكون استفاد من خناقه امبارح. هو يوم عدى وخلاص بقى. يعني لا، ما هو يوم عدى، بس هو ما يكونش فكره ان هو جرح حد ونام. يعني هي الفكره مش كده، هي الفكره انا هبتدي يوم جديد، بس لازم برضو اليوم اللي فات ده اكون اتعلمت منه ايه. هو اكتر حاجه الناس بتعملها ان كل الناس وحشه الا انا، بس هو انا ليا دور. يعني انا بقول لهم دايما في حاجه اسمها دور الضحيه في اغتصاب حقها. بمعنى لو في واحده ست ماشيه في الشارع وشنطتها مفتوحه، وواحده ماسكه الشنطه في صدرها، الحرامي هيروح فين؟ للشنطه المفتوحه. فالضحيه دايما ليها دور. مش شرط تكون انها بتحفز، ولكن ممكن الواحد يكون مهمل شويه. الغنم الشارد يعني بالظبط بيسهل اقتناصه او افتراسها. هل الكذب مرض؟ الكذب ما هو الكذب مرض امتى؟ لو انا حياتي مبنيه على الكذب. لكن اكيد كلنا بنكذب. يعني ما فيش حد فينا ما بيكذبش. وانا فاكر مره واحده كانت جابت لي ابنها تقول لي الولد ده كذاب، مع ان انا طول عمري ما كذبتش. قلت طب ما دي اول كذبه. يعني طبعا الولد طلع كذاب. لكن المبالغه اللي هو الكذاب يعني لا مش الكاذب، يبقى هو ده اللي مرض. هي المشكله مش في الكذبه، هي المشكله ان هو عايش بالونه. يعني تكرار الكذب. طيب الاستاذ عالم الدين بيقول، كيف يتعامل الاطفال معنا اثناء الامتحانات ونحن في حاله استنفار وعصبي، او اعتقد هو قصده يمكن كيف نعامل الاطفال مثلا يعني ونحن في حاله استنفار وفي حاله عصبيه. واضح ان هو اللي عايز يتعالج، يعني هو اللي يهدى بحيث ان هو يقلل من التوتر بتاعه. خصوصا انه لما احنا بنكون متعصبين، المشكله مش في النجاح على فكره خالص، لان كده الولد بينجح او البنت بتنجح عشان خاطري، عشان ما تعصبش. بس مش بتنجح لنفسها، هي ما بتكبرش لنفسها، هي بقى شخصيه تابعه. شخصيه مكسوره، انها بتعمل حاجه عشان ارضاء الاخرين. مزبط. هتروح الشغل ملهاش راي، هتتجوز ملهاش راي، مش هتعرف تربي ولادها، مش هتعرف تقعد مع اصحابها، هتبقى دايما تابعه. يعني لازم ندي مساحه راي لاولادنا حتى ولو ده بيصطدم مع قناعاتنا. هيتعلمه يا عمرو من الغلط. اسيبه يغلط؟ بص انا بعمل ايه كنت مع بناتي، لما نيجي في المذاكره ايام الفصول، لو جبت جريد ايه او بي تاخدي جايزه ايه؟ مظبوط. قول لي كذا. لو جبت سي او دي تعاقبي نفسك ازاي؟ تعاقبي نفسك ازاي؟ فانا مش مسؤول عن العقاب والجايزه، انا مسؤول عن ان هي تكبر تبقى عارفه انها مسؤوله عن سلوكها.
يعني دكتور ال بناء الشخصيه اهم من الدرجه من وجهه نظر سيادتك؟ طبعا طبعا، لانه الشخصيه هتنجحها، يعني بدليل ان هم لما كبروا هم شغلوا نفسهم، يعني انا عندي معارف كتير بس انا عمري ما شغلت بنتي، هي اللي بتشغل نفسها، بتدخل على النت وتسال وتروح وتعمل انترفيو وتقول انا اشتغلت الشغلانه دي، مبروك ممتاز، لكن هي شخصيتها بناء الشخصيه اللي بتخليها تلاقي الحلول عندها. ممتاز. الاستاذ عادل فتح الله بيقول لحضرتك كيف يتم التعامل مع مريض الهلاوس السمعيه والبصريه والضلالات اللي بيرفض العلاج ويرى انه غير مريض؟ ما هو ده المرض اللي هو ناتج عن زياده ماده اسمها ماده الدوبامين في المخ. فاحنا الدور بتاعنا دور علاجي دوائي بنقلله. في عندنا في الطب يعني عملوا اختراعات انه ممكن ياخد العلاج المريض في الاكل والشرب بتاعه من غير ما يحس قوي، بحيث انه تحسن من ادائه لغايه لما ترجع له البصيره ان انا عيان. لكن لو فشلنا في ده فاحنا مضطرين نوديه مستشفى بقوه القانون لمصلحته. يعني لازم نحمي حياه المريض، لان ممكن قوي يبقى مثلا هلوسه تيجي تقول ايه ارمي نفسك من الشباك فيعمل كده. فانا ما باخدش الحكايه هزار، يعني انا عرفت اديله الدواء كان بها، ما عرفتش اديله الدواء لازم اوديه المستشفى. يروح هنا التدخل بقى الوقائي ليه لازم. عشان ضمان سلامته يعني. عمرو محمد عبد العزيز بيقول طبعا بيرسل التحيه لحضرتك، بيقول كنت عاوز اسال عن اسباب رعشه اليد اثناء الغضب، اسبابها وطرق علاجها. هو الرعشه بتيجي نتيجه التوتر، احنا عندنا برضو في ماده بتفرز اسمها النور ادرينالين اللي هي بتاعت الواحد لما يجي يجري ويتعصب كده، فالعضلات كلها بتترعش، وخصوصا العضلات اللي هي الرقيقه مش عضله الفخذ، العضلات دي والوش والعينين تترعش والخد والحاجات دي. هي الافضل ان انا اعالج الاسباب طبعا، يعني ليه انت بتتعصب؟ ليه واخد الدنيا على كتفك بالطريقه دي هي؟ ونبتدي نعالج شخصيته. في ادويه بتوقف الرعشه لكن مش بتعالج السبب. يعني لازم يعالج السبب اللي هي طبعا. ايه الخلل اللي عنده في شخصيته اللي يخليه اول ما يتعرض لموقف يترعش؟ محتاج ثقه في النفس مثلا اكتر. هو هنعرف السبب ايه، يعني مثلا ممكن يكون انه في تعامله مع السلطه ما بيعرفش يتعامل كويس. بيخاف. يبقى انا محتاج ان انا اعرف اتعامل ازاي مع السلطه. مع موقف اقتصادي الحلول اللي ممكن نلاقيها. السلطه هنا اللي هو بيتكلم على قد يكون مديره في الشغل. أيوه. قد يكون ابوه وامه، قد يكون مراته في البيت. يعني هو زي الفل بس اللي يجي عند الحته والسيطره دي خلاص هو الامور بتبوظ منه. مراته بالذات. مراته بالذات. طيب تمام، عايزين بقى شويه نصايح يا دكتور عشان نتعامل في الملف ده. محمد ادم بيقول لسيادتك، طبعا بيوجه التحيه لحضرتك، وبيقول عاوز اسال ابنه عمره 11 سنه ربنا يخليه له، بس دايما مش عاوز يتكلم، بيتكسف وغير واثق في نفسه تماما ومنطوي. ما هو الطفل هيتعلم منين؟ ما هيتعلم من النشأه اللي هو طلع فيها. من الواضح ان هتلاقي الطفل ده لو ما كانش عنده عيب عضوي في المركز بتاع الكلام وان هو منطوي، ده حاجه نفسيه، فده معناه انه لما كان عايز يتكلم ما حدش اداله مساحه يتكلم. يغلطوه، انت قلت كده ازاي؟ مش عارف ايه؟ شكلك كذاب، شكلك عايز تعمل. يفضلوا التعليق التعليقات. التعليق او يعني حضرتك تقول ان التعليق المستمر على سلوك ولادنا اللي هو ده غلط، ده كذا، ده كذا، وادي دي مكانها. ما هي تهتها حتى كده. يعني انا جيت اقول كلمه قالوا لي اوعى تقول كده، بعد كده اجي اتكلم اروح بلع الكلمه. فالطفل مش عارف يقول ولا ما يقولش. فتهتها. لكن بتتحل بعد كده يعني. في عايز تدريبات ثقه بالنفس زي ما قلت، وبتشتغل بعد كده وبتكلموا زي الفل يعني. طيب الدكتور هاشم، انا الحقيقه استفدت بشكل شخصي جدا الحقيقه، وحاسس بان انا مستعد ان انا ان شاء الله اتقبل السنه واتعامل مع السنه الحقيقه ان شاء الله بطاقه ايجابيه اكتر، ولكن محتاجين نصيحه من حضرتك، روجيتك كده سريعه، نصيحة أو اتنين إن شاء الله هنشتغل عليها طول الشهر ده لحين ما نلتقي على خير إن شاء الله مع سيادتك تاني بعد 4 حلقات، وكل واحد فينا هيجرب ده ويجاهد نفسه يوم ورا يوم عشان يطبق نصيحة حضرتك عشان يقدر يعيش مع نفسه ومع اللي حواليه بشكل أفضل. إيه هي النصيحة؟ يعني خلينا مثلا في شهر يناير نقول إن أنا الواحد يحب لغيره اللي بيحبه لنفسه. يحب لغيره اللي بيحبه لنفسه، يعني اتمنى لزميلي المذيع اللي معايا او زميلتي انها كذا، جاري او صديقي اتمنى له زي ما بتمنى لنفسي. حاضر باذن الله. حاضر. طيب خلاص يا جماعه، يبقى احنا ان شاء الله كلنا نبدا من النهارده
ان احنا نبتدي نحب لغيرنا اللي بنحبه لنفسنا. نجرب نمشي على ده شهر، ومستنيين تعليقات حضراتكم على النصيحة، ومين فينا اللي قدر، ولو حد كان واجهه عقبة مش قادر يتمنى لغيره زي اللي بتمنى لنفسه، يقول ايه العقبة اللي واجهته، ونعرضها على الدكتور هاشم ان شاء الله الشهر الجاي، اللقاء الجاي بإذن الله.